وأنا بتابع السمر دي السيفن جاند الاناتومي بتاعتها والاكزامينشن والجراحه بتاعتها والستونز والانفستيجيشنز. وبعد كده انا قررت ان احنا النهارده هتبقى ده بكره هنعمل اكزامينشن بتاع الفراطب والسيرجي بسرعه وبعدين فراطب نيوبلازمز والديفنشن روز بتاع الفراطب سوينز وبس. فده اللي هنعمله النهارده ان شاء الله. في كذا حاجه كده مكتوبين كمان الديفرنشال نوز اوف انيك ساينس او فيسولا هنقولهم والمين ديفرنشال نوز اوف ثيرو باسل سيست والمين ديفرنشال نوز اوف برانكل سيست ده من الحاجات عارفينهم. وازاي الواحد يوصف فيسولا وانتم برضه اكيد عارفين الواحد يوصف فيسولا بيوصف كام حاجه الاوبنج وال الاوبنج والتراك بالظبط كده. لما الواحد يقعد يتكلم على اي فيسولا عشان يطمن ان هو ساتيسفايد الكلام يقول الفتحه اللي بره فين والفتحه اللي جوه فين والتراك ماشي ازاي بالظبط واللاين بتاعه بتاعه ايه والحكايه الكوليسترول البيستلز دول انتوا اكيد عارفينهم برضه لما بيبقى فيه ايبيثيليوم ويديجنريت ويديسكوميت خلاص تلاقوا السيست اللي فيها ايبيثيليوم لاينينج ممكن تكون مليانه كوليسترول بيستلز مش حاجه سبيسيفيك يعني خالص. فهنبتدي دلوقتي كلام على البرانكل سيست والبرانكل فيسل اللي هما انترليتد مع بعض. وانتوا عارفين طبعا اللي هو بتاعت الفارينكس في الامبريو على الاسبوع الرابع او الخامس تلاقوا بعد ما كانت اللي هو بتاعته سموث ابتدت الانر وول بتاعتها والاوتر وول في اجزاء قربوا على بعض زي ما عملوا كده يبقى لما قالوا على بعض يعملوا ما بينهم بلجز ويقوموا يسموا الثلاثه الحاجات اللي اتكونوا دول الفرنجل ايه؟ دول الفرنجل ارشز وال الكلابس من بره والبلجز من جوه. وطبعا عاملين من ثلاث حاجات عاملين من ميزودرم في الوسط عاملين اكتودرم من بره وميزودرم من جوه واكتودرم من جوه. اندوديرم احمر اكتوديرم اصفر الوانها هازر ميزوديرم ابيض. وطبعا دي الكافيتي بتاعت الفارنكس ده الفارنكس من جوه ودي الوم بتاعته لما كان سمول دي الوم من غير ميزوديرم قصدي من غير اكتوديرم ولا اندوديرم. في خمسه الخامس مش داري بال ديفلوب ساعات الناس بيعتبروه بارت اوف ذا فورث الناس بيصرفوا ساعات سيكست لكن ما معروفين حكايه الفرنجل ارشز والفرنجل باوتشز والكلابس الكلابس من بره والباوتشز من جوه والارشز ما بينهم. صباح يا عم ازاي؟ الرول بتاعت الفارنكس فوقت ما سموم بعد شويه ما تبقاش سموم بيبقى فيها حتت from the inside and from the inside approach each other and meet actually meet الحتت اللي قربوا على بعض ما بينهم هيحصلوا حتت بلجنج اسمهم الفرنجل ارشز. يبقى في اربعه وخمسه اكيد في اربعه الخامس فيستيجيال الخامس مش فاهم ديفلوب من ساعه يبقى بارت سن صغير قوي سن صغير قوي اللي بره الاكتوديرم واللي جوه الاكتوديرم والكروس الاكتوديرم والاكتوديرم بتاع بره يقرب على الاكتوديرم بتاع جوه يفاصل حتت ميزودير ما بينهم يعملوا الفرنجل ارشز. والحتت اللي داخلين جوه اللي داخلين على بعض من جوه اسمهم الباوتشز ومن ورا اسمهم الكلابتس. يعني جوه الباوتشز طبعا اذا كانوا خمسه يبقى فيه اربعه اكيد يبقى فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه. دول اللي جوه دول الباوتشز واللي ورا دول الكلابتس. ما فيهاش أي حاجة. هي يعني مثيرة دايما للقلق والجدل مش عارف ليه يعني ما فيهاش حاجة. معلوماتنا مش ديب كفاية يعني الواحد لازم ياخد حاجات زي ما هي شوية ولا يقعد يعمل بحث كبير في الإمبريولوجي عشان يبقى فعلا فاهم. ما عندناش وقت. ما نقدرش نقعد كنت عملوا أبحاث في الإمبريولوجي في سنة تانية طبعا ما حدش بيعملها. الإمبريولوجي الحمد لله كلها بتتكلف لانها علم مهم قوي طبعا لان اللي فاهم راح حاجات كثيره قوي قوي قوي.
فيبقى ده الجيل كده، ده الفارنكس من جوه وده بره، بره الامبريو، ودي الوول بتاعته. بدل ما هي سموك فيها خمسه بالجنز جت من ان ما بين الخمسه بالجنز في اربعه بوينتس تتميت توجذر. طبعا جوه الميزودير، بره الميزودير، في نص الميزودير. فرنج الارشز باوتشز وكلافتس، باوتشز من جوه وكلافتس وكلافتس بره. اوكي؟ تلاقوا بقى السكند ارش من ناحيه بره بيدي برولونجيشن عشان يفيوز مع التالنس. اهو مفيش اي تخيل اهو. الرسمه بتغني عن مش عارف كام كلمه زي ما بيقولوا. الايمج بتغني عن كلام كتير قوي 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 يعني. حتى نحط ايمجز ونتكلم عن حاجات دايفرس بتبقى افيد من لما الواحد يتكلم على حاجه من غير ايمج منظمه. الايمج بتوري الواحد حاجه شايفها اكتر. فالسكند بيبعت برولونجيشن نمبرز عشان يفيوز مع الخامس. قبل ما يفيوز، قبل ما يحصل فيوجن، ففي هيسموه ايه ده؟ اسمه ساينس بالظبط كده، اسمه ساينس منه موجود في الرقبه، يبقى اسمه السيرفايكال ساينس، ما فيهوش حاجه اكتر من كده. يبقى اسمه السيرفايكال ساينس. انتوا عارفين الكلام ده مش كده ولا انتوا مديني احساس انكم مش عارفينه؟ بس انا عارف انكم عارفينه، ده من الحاجات اللي هي بتتعرف وما بتتنسيش، في حاجات كده بطبيعتها ربنا سبحانه وتعالى مديلها جيفت كده ما بتتنسيش. دي تلحم عليك. يوم السيرفايكال ساينس يختفي بيبقى فيه اكتوديرم امبيدد بتوين ذا لاتر فينجر وول اند ذا بروسس that came down from the second to the fifth. بقى في epithelial embedded هنا ectoderm. الاكتوديرم ده المفروض يختفي وخلاص. بيختفي من تحت لفوق. بس اديها فرصة ابربلي. يبقى if the cervical sinus persists يعني if the second if the process of the second does not fuse with the fifth, the results are يبقى الولد ولا البيبي موجود بفتحه، يبقى فتحه ده اسمها ايه؟ برانكيال فيسولا او ساينس. لو حصل فيوجن والابيثيليوم ديسابير يبقى طبيعي. لو النور ديسابير يبقى البارت اللي هتفضل هي الحته اللي فوق. ان الفيوجن او الديسابيرنس اقصد بيحصل من تحت لفوق. يبقى البيبي اتولد بحته ابيثيليوم من اكتوبر، يعني غالبا سكوينس ابيثيليوم عامله سيست موجوده في الابر بارت هناك اندر كفر اوف ذا ابر ثيرد اوف ذا السيروم السويد. احنا دلوقتي شفتوها يمكن كلينيكال، يمكن شفتوها في سي تي واضحه قوي في كورونا فيوز. السي تي من زمان قوي يقدر ياخد كورونا في الرقبه او الراس من زمان قوي من غير ريكونستراكشنز ولا حاجه. فيبقى دي حكاية البرانكل سيست والبرانكل فيسترا. هما الاثنين كونجنتال. يعني لو تفتكروا الثاير جاستل سيست كونجنتال، لكن الثاير جاستل فيسترا ما ينفعش تبقى كونجنتال لو ما فيش كوميونيكيشن بين الثاير جاستل تراكت اند ذا اوتسايد. ما ينفعش، ما ينفعش سايد تيجت انكمبليت ريموفل اوف الثاير جاستل سيست اور انفكشن ان سيست. لكن دي ممكن تبقى كونجنتال. وطبعا لو الواحد شال جزء منها وفضل جزء، لو الواحد شال جزء بتاع بلس قصدي برانكل وساب الحته من التراك بتاعها فوق، ينتج عنها ان اكوايرد برانكل فيسلا او لو حصل لها انفكشن. المين ديفرنشال اجنوز اوف برانكل سيست بالظبط كده. طبعا لو ممكن يبقى اي حاجه، لكن اكتر حاجه بتخبطنا البرانكل سيست. البرانكل سيست اللي بتيجي اندر كفر او في افتر ثيرد او السينماستويد ان ذا سو كولد ايه؟ اسمها ايه الحته دي؟ يعني سابنا الدبره لكن كمان كراتب. كراتب تراينج بتتلخبط مع السي دي تي والانيوريزم والكلام ده، بس دول بالسيتنج ودول مش دي مش بالسيتنج. بتتلخبط اساسا مع التيبرتس نوت. تتلخبط مع التيبرتس نوت اللي هي بتبقى
ايه كبرت الست دول لوحدها كده ما تنفعش، لازم تبقى ايه جزيتي، لازم تبقى عندك كل بس عشان بس ستيك. يوم الواحد يشفطها يلاقي فيها كيزس ماتيريال ويطلع فيها مايكرو بكتيريا باي طريقه، طرق معروفه قلناها مره قبل كده، قلناها مره قبل كده ولا ما قلناهاش؟ قلناها في ايه؟ مش فاكر التيجي ده قلناها في ايه؟ مش عارف قلنا التيجي في ايه؟ انا عندي اساس مع تسس، التيجي مع تسس بالظبط، ونقوله مع الديفيرتس انفينايتس قريب بس مش دلوقتي. شوفوا دلوقتي تطلع فيها كوليسترول كريستالز بديل برانكل، تطلع فيها بس تيبرتس او سكندري انفكتد، ممكن تبقى تيبرتس. لازم انتوا عارفين الواحد ما بيشخص تي بي الا بايه؟ ايه؟ يعني لازم مايكروبيولوجي او سيرولوجي، ما ينفعش الواحد مهما كان الشكل واضح زي ما بيشخص ريمز الا بالتيشو بايوبسي سيتولوجي او تيشو بايوبسي، اذروايز ما يقدرش. في سيتويشن طبعا ما بنعملش فيها كده، لكن دي القاعده العامه. مره من المرات كانت جات لنا شابه كده عندها سيس كلامب انفليمد في الكارتا ترانجل، وقعدت تروح ناس كتيره ده انتيبيوتكس وما تروحش، طبعا كنا مشخصين ان هي تي بي، وقلنا مش عارفين الكونفيرمت لما بنزهق قوي في التي بي ما نعرفش الكونفيرمت، نقوم ناخد تيشو دايجنوزز ونشوف المايكرو بكتيريا والجوين سيلز والكازيشن والكلام ده. ففتحناها لقيناها مليانه بس وبعدين خلاص بقى يبقى خدنا تيشو وخلاص، وبعدين لحسن الحظ بحركه تسييك كده طلعنا السيست على بعضها، وبعدين الخفاش طلع برانكل والبنت الحمد لله. بعد كده ريكومند فور ذا دايجنوز اوف تي بي، نحط عليها كده ليبل ونقول دي تيبرتس، تقعد تاخد مش عارف ايه تيبرتس ستيتمنت فور ربنا سبحانه وتعالى عافاها وكفت. فمعروفة المين ديفينشنال نوز اوف برانكل سيست از ا تيبرتس ليمفيدايتس اكزيتنج تيبرتس ليمفيدايتس ان ذا ابر بيكس بايت، معروفة دي اهم ديفينشنال نوز، لكن يدخل طبعا بقيه اللمس اللي تيجي في القرارات التراينجل زي ما انتم عارفينهم. يبقى اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو البرانكل سيست والفيستر، تعالوا نتكلم عليها كده. الايتولوجي بتاعت البرانكل سيست، البرانكل سيست دي تبقى كونجنتال. كونجنتال ازاي؟ انه البروسس بتاع السكند فرينجال ارتش فيوزد وذ ذا فيفث ولا فورث. الفيفث عليه كلام، الفيفث ده عليه كلام، الفيفث ده جزء من الرابع في الاغلب، لكن هنقول ذا فيفث اتفيوز وذ ذا فيفث. السيرفايكال ساينس سفير بس الابيثيليوم ذات واز امبيدد ان بتوين ذا تو وولز did not disappear, it persisted. طبعا it persists in its upper part. عارفين عموما ان الانوميليز بتيجي في الحاجات اللي بتديفلوب ليتر حاجه متوقعه، يعني حتى اللي تحت هتقفل تقوم حتى اللي فوق تفضل، والبني ادم ده يبريزنت السيست دي. Congenital lesions very commonly present during the second decade of life. يعني ممكن الواحد يبقى مولود بحاجه لكن ما تبانش عليه الا during the second decade of life. Congenital يكون مولود ما عنده، ما قلناش خالص ان انت السيست تظهر بدري قوي في بعد ما احنا اتولد. من الحاجات اللي بتظهر بدري قوي بعد ما احنا اتولد هم السيرموسوت تيومر والسيسيكا جروم، ويمكن اذر هيماتومز والهيمنجومز، لانه معروف ان الهيمنجومز انواع معينه منهم ممكن يكونوا موجودين ادفيرت. احنا لسه لنا راجعه على الهيمنجوم اللي ما خلصناش، لنا راجعه ايام السبت للسيركمسيجن هنعملها مع اطفال، يعني هنعملها مع اطفال عشان نخلص لنا عشان ما نخلصناهمش. فدي الايديولوجي بتاعتنا، تيجي للولاد تيجي للبنات في السن اللي هو السكند كده اوف لايف. ايه؟ الكريستالز من ديجنريت ابيثيليوم، الابيثيليوم ديجنريت بيطلع كوليسترول كريستالز، فالكريستالز دي معروفه بتبقى ريكتانجلر بجنب منها متاكل، معروفه بتبقى ريكتانجل وجنب منها كده ايتن اواي. هنرسمها كمان دقيقتين. فدي الباثولوجي، طبعا الباثولوجي بتاعتها الواحد يقول باثولوجي ويقول ثلاث حاجات، يقول ايه الجراس، ايه المايكروسكوبيك، ايه الكومبليكيشنز. وفي الجراس كتب على طول مكانها، مكانها يمين شمال، لكن تبقى اندر كفر اوف ذا ابر بارت اوف ذا سيرموسون ابر بيرت اوف ذا سيرموسون كابتر تراينجل، شكلها بيبقى مدوره اوفر مش عارف ايه، ما بتكبرش قوي طبعا، بتبقى فيو سنتيمترز مش بتكبر، السيرفس بتاعها بيبقى سموث
بتبقى طبعا بتبقى سيستيك بنقول الناس ويل ديفايند، بتبقى موبايل غالبا سايد ويز، ما هياش تندر، ما هياش وورم unless it becomes infected. It may well become infected. It may well become infected. ما حدش قال مش بينفكت. كات سكشن بتاعها ما فيهوش حاجه، دي يونيلوكيولار سيست، ما فيش اذر سوالينز. تبقى دي هارت اندر كفر اوف السيرفستويد في السراوندينجز. الجلد العاليه نورمال، بتبقى سيستيك، بتبقى اوبيك. سمعتوا قبل كده ان الحاجه اللي بتبقى ترانسلوسنت في الرقبه هي سيستيك هايدروما. اكتر حاجه بتبقى ترانسلوسنت في الرقبه هي سيستيك هايدروما، اللي بتبقى بريليانت ترانسلوسنت زي ما كنا بنقول. فدي صفاتها يعني كله تفصيل حاصل. الواحد لازم يبقى اقتصادي قوي في المعلومات اللي بيبذل فيها مجهود، في حاجات يخططها يقول هي دي الكي بوينت. حاجة تانية اهو لان ده كله يتقال، الكلام ده كله يتقال، ما هي سيست، هي اسمها سيست. فكل المعروف المطلوب منه يعرف الامبريولوجي، يعرف هي هيبقى مكانها فين. الكومبليكيشنز بتاعت انها ممكن تنفكت، ولو انفكتد هتبقى ايه؟ هتبقى تندر وورم وبينفول، ممكن تبوينت، ممكن تفتح وتقوم محوله نفسها لانها اكوايرد برانكيال فيسر. تبقى الاكوايرد برانكيال فيسر بتختلف عن الكونجنتال اللي بتبقى فوق. الكونجنتال بتبقى تحت ليه؟ لان السيرفايكال ساينس تحت. فتبقى لما الواحد يلاقي برانكيال فيسر فوق يقوم يقول دي اكوايرد، لما الاقيها تحت يقول عليها كونجنتال. هنتكلم عن برانكيال فيسر دلوقتي في الكومبليكيشنز حالا. حالا ان شاء الله مايكروسكوبيكلي دي لها وول، يمكن فيها لينفويد فوليكلز عشان كده دي انفكت، ولها لايننج. اي سيست الواحد لازم يقول الوول بتاعتها واللايننج والكونتنتس لازم، والا يبقى ما وفاش حقها. فاللايننج بتاعتها بتبقى يا سكويمس يا اما ساعات كولومنر، وتبقى فيها شويه لينفويد ماتيريال وتدي تبقى اوبيك في الترانسليميشن. ودي متصنفه زي ما انتم عارفين از وان اوف ذا ايه؟ ايه؟ متصنفه ايه؟ تبع ايه؟ انهي قلنا لكم قبل كده؟ ديرمويد. اه طبعا كيبل ديرمويد، بس انتوا وقتها ما كنتوش موجودين. متصنفه تحت كيبل ديرمويد. الديرمويد ليست ده بس انواع لو تفتكروا. كيبل ديرمويد وتراموتس ديرمويد وديفلوجن وسيكوستريشن وانبلانتيشن. كل ما المعلومات تبقى ابسط كل ما تبقى اخطر، ان احنا ما نبقاش عارفها. حد يبقى انترست ان الواحد يقعد يعرف الفالف اللي بنحطه في اورتك ريبليسمنت عامل ازاي، لان ده لو تريننج تاني هتعملوه تاني. لكن الواحد بيبقى عنده مشكله لو مش بعرف يعمل سيركمسيجن دلوقتي. كل ما حاجه تبقى ابسط كل ما تبقى اخطر، لان لو الواحد عمل مشكله في حاجه بسيطه يبقى اوحش من لو عمل مشكله في حاجه كبيره. فكل ما تبقى المعلومات ابسط كل ما الواحد يعرفها اوف هاند اكتر. يبقى ناقص الكلام على الفيسلة، خلينا نقولها لوحدها عشان ما نلخبطش في حاجات. طبعا دايجنوزز مفيش مشكله. السيست البني ادم ده زي ما عارفين يجي مش واخد باله، او الام تاخد بالها، او هو هيبقى شاب هياخد باله من اللمب، او تيجي بايه؟ كومبليكيشن. كومبليكيشن كومبليكيشن كلام عبيط قوي يعني. مفيش الديتكشن لازم نعمل، ممكن نعمل، عاوزين نعمل سي تي ما حدش يقول لا، عاوزين نعمل تساؤل ما حدش يقول لا، عاوزين اسبريت نطلع ميكويد ماتيريال فيها كوليسترول، كوليسترول ما فيهاش باس، ولا فيها كيزيس ماتيريال، ولا فيها مايكرو بكتيريا. عارفين لما الواحد يبقى عاوز يثبت ان في حاجه تي بي، يبقى اول حاجه يبعتها لللاب يعمل له سمير الحاجة اللي شالها، يحط لها عليها زين نيلسون يشوف يمكن يبقى لك انف تو سي ذا مايكرو بكتيريا. المايكرو بكتيريا مش عبيطة طبعا، قليلة ومستخبية ما تبانش، لكن ممكن عشان حاجة بسيطة قوي يا بنقول يا رب نلاقيها. بعد كده يقوموا قصدي يصعدوا أكتر، يقوموا يبعتوها كالشر. لو بنشتاين جانسون ياخد 6 أو 8 أسابيع بتكبر بشويش، ما بتكبرش بسرعه، او يعملوها على باكتيك ياخد 7 أو 10 ايام. مش عارفين ايه هو كان زمان بيعملوا جيني بيج انفليشن، ده انت طلع لهم بتوع الناس اللي بيخافوا على الحيوانات حرام وما يعني فعليها ريستريكشنز. يبقى ممكن يلاقوا حاجه ثانيه، يلاقوا دي امينيز انزايم كتير جوه الحاجه اللي فيها تي بي. الدي امينيز انزايم
او طبعا لو وصلوا بقى للمنتهى يعملوا بي سي ار عشان يشوفوا المسير بتاع التي بي دي فعلا موجوده ولا لا. فدي طريقه اثبات ان حاجه في ويرلس في اي مكان. علاج البنكرياس لسه والله هيشال ما فيهاش اي حاجه فنيه. الرقبه بتفتح بطريقتين، روح عاوز يفتح الرقبه لو عنده حاجه صغيره عاوز يشيلها يفتحها بالعرض، لو عنده حاجه طويله عاوز يكسبوز زي الكاروتيد عاوز يكسر الرقبه بيفتح بالطول في الاغلب. بعد ما يجي يفتح الكاروتيد طبعا ناحيه واحده وفتح along the anterior border of the sinusoid. Along the anterior border of the sinusoid. Otherwise you all know that the thyroid for example is removed through a transverse cochlear. فطبعا دي بقى بانكت فيست بسيطه بتاعها تكريس وده بني ادم صغير عايزين نعرف تدور شكلها ظريف مش عايزين شكلها يبقى فيها انسجن بالطول تفتحها بالعرض عليها. الموضوع ده انتهى. الفيستولا بعد كده الفيستولا البنك الفيستولا البنك الفيستولا قلنا اي فيستولا تيجي سكتكم طبعا هنتكلم ان شاء الله ايه الفيستولا بالتفصيل بعدين. لكن اي فيستولا تيجي سكتكم يبقى لازم تقولوا فتحتينها والتراك بتاعها لازم فتحه وفتحه وتراك. فالبنك الفيستولا نوعين كونجنتال واكواير. في نوع منها كونجنتال ونوع اكواير. الكونجنتال اللي بيجي عند اللور ثيرد اوف السينوسويد في اللور نيك. ليه ايه سببه؟ فيلر اوف فيوجن بيرزيستنس اوف ذا ساينس. يعني في بيرزيستنس اوف ذا ساينس يبقى تحت. الاكوار تيجي فوق. تيجي فوق ازاي؟ واحد يشيل الكونجنتال فيستولا يسيب حتى اللي فوق ومش هيسيب حتى اللي تحت. فابتدي من تحت يسيب حتى اللي فوق او واحد يجي يبقى عنده برينكل تحس مثلا في انفكشن والبوينت و تفتح لبره. فيبقى كونجنتال اكواير عكس الثيرد لاسل والاكواير فوق والكونجنتال تحت. ممكن تبقى بايلاترال تبقى نقطة بتجيب ميكويد ماتيريال. طبعا في واحد يحس التراك ازاي؟ لما يجي يحس التراك يقوم ماسك الاكسترنال اوبننج وشده لبره ومحرك ايده perpendicular to expected track. يعني لما بعمل فتحه هنا بشوف تحتها تراك ولا لا. هو عامل ايه؟ ماسك الفتحه دي طبعا لابس جوانتي ماسك الفتحه دي شددها لبره يبنشت هيقوم عامل كده عشان يشوف وراه تراك ولا لا. التراك بتاع الثيرد راسل معروف انه يمشي في الرقبه ويروح يفتح في الفارنكس. بيفتح في الفارنكس هو ماشي عشان يوصل الفارنكس يعدي في الكاروتيد بايفركيشن يعدي ما بين التو كاروتيدز. هو مش الثايرويد كارتج البوردر بتاعها عند البايفركيشن فهو بيوصل الفارنكس فوق بيوصل فوق التونسل فوق التونسلز الحته اللي اسمها السوبرا تونسلر باصه سوبر تونسيلر باصة او روزن ميلر. روزن ميلر معروف اسمه ومعروفه الباصة بتاعته دي. ما فيش اي مشكله فيها. فتحتها المره دي فين؟ يا تحت لو كانت يا فوق لو كانت اكواير فتحتها اللي هو فين؟ اندنج بلايندلي يا فتحه في السوبر تنسيلر خاصه او روزن ميلر. سوبر تنسيلر يعني فوق قوي لان طبعا جايه من فوق والتراك معدي من فين؟ ماشي في الرقبه معدي في البايفوكيشن. بعد كده من البايفوكيشن في نيرف مشهوره بيعدي انهي نيرف؟ جلاس الفرنج على مستوى اعلى شويه لكن بيعدي انهي نيرف؟ الهايبوجلاس. هنقول الاناتومي بتاعت البايفوكيشن بس مش النهارده مش هنقولها. فالواحد يبقى النيرف هيعدي التراك قصدي يعدي سوبرفيشال للهايبر جلاس نيرف بعد كده يقوم يغطس ما بين التو كاروتيدز ويروح على الوول اوف الفارنكس. عشان كده الناس ممكن يبقوا بروهيبيتد ان هم بيشيلوا الابر بارت اوف التراك عشان هيفضلوا طالعين 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 ليه نفسهم حته بقى ولعب. لو الواحد عاوز يعمل انفستيجيشن يعمل ايه لساينس او فيسترا فيسترا جرام او سالو جرام. لو انا عاوز يشوف
الكلام ده ماشي ازاي، او يعمل له يعني ثوره ميكانيليتد، مش هو طبعا الجيولوجيست يعني في اطراف ضد البدور ويشوفوا رايحه فين. ده ما فيهاش اي مشكله خالص. هنشيل التراك كله، لازم كل التراك كله يتشال لانه طويل، يبقى نفتح الرقبه، نفتح الرقبه بالطول. لو ما كناش عارفين كده نعمل مالتيبل ترانسفيرس انسيجنز، بيقول عليها ساعات ستيب لادر، يبقى ستيب لادر عامله زي الستيبس بتاعت اللادر السلم، فبيفتحوا فتحه بالعرض هنا. شكلكم مش عارفين اللي انا بقوله ده، تلاقوا فتحه اهي، وادي الاوبننج، ومشوا معاها، فضلوا ماشيين لغايه كده. بعد كده مش قادرين يجيبوا، لان في واحد بيرتراكت وبيروح حد يسلك، وصل لغايه كده مش عارف يجيب. بعد كده يقوم عامل ايه؟ يقوم فتحه ثانيه هنا، ونطلع التراك ده من هنا. ده لسه مغطي، والتراك يقوم طالع من هنا. التراك يطلع ونطلعه من الحته الفوقانيه، ونقوم نتسلك عليه لغايه ما نوصل فوق. يبقى عملنا تو ترانزفيرس، تو سمول ترانزفيرس انسيجنز ستاف لادر. التراك تحت الجلد كله، وادي الفتحه بتاعته. عملنا غالبا اليبتيك انسيجن عشان ناخد الاوبننج، وبعدين السيستم بيرتراكت الابر بارت اوف انسيجن، والجراح قاعد يسلك، سلك وصل لغايه هنا. ده لسه تحت الجلد كله، مش عارف يجيب الحته اللي فوق. يقوم فاتح فتحه هنا، ثانيه هنا. يقوم التراك اللي هو سلكه ده يطلعه من الفتحه دي، يبقى ده طالع وده لسه تحت الجلد. ثاني يقعد التراك ده يجيب دي. لو انا عاوز اعمل واحده ثالثه، يعمل واحده ثالثه. بس يعني مش كتير قوي بقى. ستاب لادر اسمها. الستاف لادر. يبقى انتوا عرفتوا كمان هاو تو ديسكرايب اني فيسولا ان اني بارت اوف ذا بودي. يو شود اولويز ديسكرايب ذا تراك. شود اولويز تراك ذا بيتنت. يو شود اولويز ديسكرايب ذا تو اوبننجز. اللاين بتاع بيبقى غالبا فلاندر او فلاندر سليت او سكوين ساعات. يبقى الحمد لله خلصنا دول. لما نمسحهم نتطمن منهم يعني. وطبعا قلنا اللي فيش نوزه وبرانكل سيست، انتوا عارفينه اللي هو الايه؟ الكبير انفادينايتس. الكولد اكسس بالظبط، الكبيركس الكازيتي الكبيركس الانفادينايتس. وقلنا حكايه الكوليسترول كريستلز اللي هو اللي بعطيه كده، يبقى شكلهم عامل كده، يبقوا ريكتانجلر، حتى منهم مخطوشه ولا ريكتانجلر ولا اي حاجه. وعرفتوا هاو تو ديسكرايب الفيستولا اني وير. الكلام ده برضه عملناه الحمد لله. والكوليسترول كريستلز ار ايفن بريزنت ان ثيرد لاست سيستم، ما هوش حاجه غريبه يعني، ما هوش حاجه سبيسيفيك. دي كمان هنمسحها. وعاوزين بالمره بقى نقول ايه الديفينشن اوف ذا ساينس ولا كريستال ميلاك، عشان نبقى خلصنا من ايه اللي جاب سيرتها. الضرب نفصل او البرانكيال متاثر بالبرانكيال، عاوزين نخلصها علشان نبتدي نتكلم عن كرات البادي، عن كرات البادي تيوبر. طبعا انتوا عارفين كرات البادي تيوبر كويس قوي، ان شاء الله هنخلصه بسرعه. بس باذن الله ما بيعودش علينا نخلص حاجه بسرعه، هنعقده شويه. هنتكلم ليه كلمتين زياده يعني. يلا مين هيقول لي نيك ساينس؟ مين يا جماعه حد يقول لي؟ رياض حد تقول لي اي نيك ساينس ذات يو نو؟ برانك الفيستولا ساينس او فيستولا ما يجراش حاجه. لو الواحد عاوز يبقى دقيق قوي، اولا لازم يضمن ان اللي قدامه دقيق زيه، عشان ما يبقوش بيتكلموا عن حاجات مختلفه. وعشان يضمن كده يعرف من الاول، يقول ساينس ثاني وفيستولا ثاني، انا هكتب الاثنين عشان ما يبقاش في واحد يكتب ساينس ستريكتلي ويبقى مقصود بيها ساينس وفيستولا. فطبعا البرانكل وتيبرتس، التيبرتس ساينس از كاركترستيكلي محمد. التيبرتس ساينس بيبقى له لون مشهور، لون بلوش، المارج بتاعته بتبقى بلوش، بتبقى بلو، مش عارف ايه بالظبط، بس ده مزرقه واضحه قوي. شفنا مره واحده، لو كنتوا فاكرين، شفنا مره واحده عندها تيبرتس ساينس مزرق، ف
مشهور قوي قوي قوي. خلوا بالكم الناس اللي جالهم سيستيك سوالينز ماين انفليمد ان ناك دول بيبقوا انفالدي كيفيرتس. لو عملتهم تبقى كيفيرتس هنا تقلق نسبه العكس. وبعدين ايه تاني اسامه؟ ايه تاني؟ قول لنا ساينس في الرقبه. لسه كنا قاعدين واحد امبارح الثيروغلاس كريستال والبرانكل سليبري فيستلا وكان يبقى عنده سليبري فيستلا. ايوه بعد عمليه يكون عمل عمليه على الفارنكس او صفي جهاز وتليك ويبقى عنده سليبري فيستلا صح. طبعا المكان بيفرق يعني البرانكل هنا والثيروغلاس في الوسط لكن هنتكلم عليهم عموما. ممكن يبقى كيفيرتس زي ما قلتوا، ممكن يبقى بالمندبل ازاي؟ اوستيومالايتس اوف ذا مندبل. ساعات من الناس بيبقى عندهم سنانهم الانسايزرز فيها مشكله، يعني عندهم بيبقى ميديان منتال ساينس، يجي لهم ميديان منتال ساينس. انتوا عارفين الرقم كلها متفرقه، كلها حاجات كده كل واحده لوحدها، يعني مش عارف البريست ده بريست فيرتايرويد، لكن الرقبه من اول السليبري للتن للجوز للرقبه بروبر، حاجات متفرقه. فالساينسز والفيسلز بتاعت الرقبه معروفين. انتوا قلتوهم برانكيال وثيروغلاسل وسليبري واوستيومالايتس. قلنا كيفيرتس ولا ثيروغلاسل وبرانكيال وكيفيرتس واوستيومالايتس ميديان منتال ساينس وسليبري، والحاجه المعروفه اللي هي موجوده عايشه في جوه بق البني ادمين ولاي سبب من الاسباب يمكن بعد خلع ضرس تدخل لهم في التيشوز وتعمل لهم انفلاماتوري رياكشن انديوريشن وبعد كده تبريك داون حتت مختلفه مالتيبل وتعمل لهم ماس في السيرفايكو فيشال ريجن، ممكن تعمل لهم في اليو سيكا ريجن اكتينومايكوزس. هنقولها قريب قوي برضو ان شاء الله مع النك عشان هي اكتر حته تيجي فيها السيرفايكو فيشيال. يبقى الاكتينومايكوزس مشهوره بتيجي برضو في الرقبه فوق في الرقبه. كيريز وابسس ريليشن تو ون اوف انسايزرز. لو ما هوش يعني سيك سبيكينج انا اوستيومايلايتس اقل شويه. الاوستيومايلايتس بتاع المندر طبعا كتير قوي بقى بالسنان، بس هو حاجه دلوقتي ما بتحصلش كتير او بيجي للناس اللي بياخدوا الراديشن على رقبتهم زي ما بقول الايام الجايه ان شاء الله. فمين هيعدي لهم تاني؟ مين حد يقول اه قول اه ايه وايه وايه؟ الفيستولا بقى الرانكل ساينس او فيستر او الثيروغلاسل والسليبري والميديان منتال والاوسيوماليتيك والاكتينومايكوزس والتي بي قبل كده قبل دول كلهم اه وكده خلاص هم سبعه بس. ممكن انا عندي اساسا هم ثمانيه. ممكن انفكشن عادي بس المفروض يروح، يعني لو هو انفكشن عادي او في روح كيفيكولوزز واكتانومايكوزز واوستيومالايتس وميديان منتال ساينس وسليبري وثيروغلاسل وبرانكل. هنتكلم بعد كده على السي بي تيز، هنتكلم على الكارديو وخلاص. السؤال كان صغير هنا، ايه المين ديفينشن لوز وثيروغلاسل سيست؟ ما تنسوش بس الديرمويد سيست اتس نوت كيفيرتس سيندروم بوسيبلي اتس نوت كومنلي. يبقى دي خلاص خلصت كمان. نتكلم بقى على السي بي تيز، نتكلم عن الكاربون تيومر. الكاربون تيومر ده عندهم مقدمه اسمها الباراجين. هي لها مقدمه، هي المقدمه هي اللي دخلنا
الكلام اللي طبعا هي السي بي تي. السي بي تي ستاندرد ريشن كارد بودي تيومر معروفه، بتيجي للناس المتوسطين في عمرهم اللي عند الكارد هايبوكيشن، وتعمل زي ما عارفين تبقى فيري ماسكولر، وتعمل ايه؟ وتعمل سترين بالدوبلكس او بالانجيوجرام او بالسي تي اي، وبتدي الساين المشهوره اللي هي اللاير ساين بالظبط كده، بتبقى عامله كده، تخلي البايفوكيشن تعمل كده اللي اسمها اللاير ساين، والبالسيت بتبقى مستيكن فور وات از ذا موست كومن لامب ارايزز. The most interesting lump that arises in this area is an aneurysm. This is not the most common. The most common is the sickle lymph node. Lymph node ويقوموا الجراحين اللي مش واخدين بالهم يدخلوها يعملوها بابس على lymph node، وتحصل منها torrential يعني massive hemorrhage، وتبقى مشكلة. وبعد كده لو ربنا سبحانه وتعالى سطر وقفلوا على كده، وبعد كده خلوها للباسكل سيرجن، ولا حصل بقى كارثة ونده هو باسكل سيرجن في وسط البروسيجر. وانتوا عارفين الحاجات البايخه في الجراحه، اللي الواحد يروح وهو مش مستعد، لازم عنده سد. لا طبعا يعني ممكن برضه يسد بسرعه، لكن لو عنده سد يبقى احسن من لو كان راح بقى هو مش عارف الفيب ومش ايه اللي انتوا عاملينه ده، وفين الار في فين. فده السيناريو بتاعها. وطبعا بتتشال السي بي تيز، بتتشال اغلبيتهم بيناين على فكره، بيجي عنده بايفوكيشن بيبالسيت. البالسيشنز ممكن تبقى اكسبانسايل، فيهم extreme vascularity لدرجة ان الجراحين بيعملوا ايه قبل العملية؟ ايه؟ مش سامع. دي فاسكلاريزيشن باي امبولايزيشن، يعني يبعتوهم للانترفنشن الجارلس يعملوا لهم، يعملوا امبولايزيشن ري اوبريتيف. بيتشالوا، لما بيتشالوا الجراح بيبقى مستعد يريكونستراكت الكاراتيد، بيبقى مستعد عشان يريكونستراكت الكاراتيد، ويبقى في ريسك اوف ايه؟ ايه؟ يعني سترونج. لما الواحد يبقى هيحط كلامب على الكاراتيد يبقى في ريسك اوف ستروك قليل بس مرغوب. لما يحط كلامب على الكاراتيد ما يعرفش ايه اللي هيحصل، عشان كده لما الجراح يجي يشتغل على الكاراتيد بيبقى محضر شنط. بيبقى محضر تمبري شنط يشتغل بيها عشان يمتين السيركيليشن للبرين وهو بيشتغل. عارفين في قاعده بتقول محدش بياخد ريسكس، والناس بيبقوا بيدخلوا عمليه محضرين كل اللي ممكن يستعملوه، زي الطيار لما بيطير في طياره بيبقى عنده حاجات زياده، ما عندوش وقود قد الرحله بالظبط، لو حصل مشكله هيعمل ايه؟ هيقع يعني؟ ما ينفعش. والجراح انتوا عارفين لما بيقع هو بيجري والعين هو اللي بيموت، لكن الطياره قال بيموت مع العينين، مع القصدي مع الكلاب يعني، اعوذ بالله. فلازم يبقى محضر كل الحاجات اللي عاوزها. فدي الكاراتيد بودي تيومر. الكاراتيد بودي بتبقى موجوده في مكان سب ادفيشن، يعني بيقولوا عليها بيعملوا سب ادفيشن اكسجن. قول يا سوري بس حاجه. ما هو لسه بقى هنقول المقدمه اللي هتلاقيكم الكلام ده كلكم اعتقد عارفينه، مش كده ولا؟ عارفينه؟ يعني لما تلاقوا لامب هنا خليكم حارسين شويه، لا لا بتطلع ليه نوم بس خليكم حارسين، افتكروا نفس القطعه نفس القطعه سي بي تي، وزي ما بيقولوا بنت السيد انصاري، الواحد يبعت يعمل دوبلكس ويطلع ولا حاجه احسن ما يقول دي ولا حاجه وتطلع سي بي تي. انما السي بي تي بقى لها حكايه، لها حكايه اظرف منها هي نفسها، انه في شوز في الجسم اسمها البارا جانجليا. اسمها البارا جانجليا، طبعا دي من اسمها يعني جنب الجانجليا، ما فيهاش اي حاجه. والبارا جانجليا نوعين، البارا جانجليا نوعين، نوع بيطلع كاتكولامينز وبتصبغ بالبايكروميتس، بتدس البايكروميت بيبقى لونه ريدش براون ولا براونش ريد ولا حاجه كده، بيبقى اسمه ايه؟ كرومافين. يبقى اسمه كرومافين، اسمه الكرومافين باراجانجليا.
وطبعا هو ما بيتسببش بس موضوع الكروموفين. والكروموفين بره جنب اللي هم اماكن الفيول اللي بره الادرينا. يعني في فيو كنا قلنا قبل كده انها بتطلع الادرينا فيري كومنلي، لكن ممكن تطلع بره الادرينا. ولو تفتكروا في اورجن كده اورجن وزوكر كاندل، الاورجن اوف زوكر كاندل ده بارا جانجليون بيطلع كاتكولامينز موجود عند الاي ام اي، موجود عند الاوكل بافيكيشن عند الاي ام اي في المتحرك ارثي. ولو كنتوا فاكرين زوكر كاندل كنا الفشل بين كيدني اسمها الفشل زوكر كاندل، لو كنتوا فاكرين الثايرويد فيها زوكر كاندل كيبركل اللي عندها اللي هي علامه ريكارد رينجر، لو كنتوا فاكرين الحاجات اللي كنا قلناها مره من المرات. زوكر كاندل بس انا بتكلم عن زوكر كاندل اورجن اللي هي عند الاي ام اي ونوع من انواع الايه الكروموفين فارا جانجليا. البارا جانجليا دي بتيجي من نيورال كريستس وتروح تمايجريت، المفروض انها كانت رايحه على السيمباتيك تشين وعلى ادرينا المدلة. انتوا عارفين ادرينا المدلة كلكم كلها بنعتبرها التايمز السيمباتيك جانجليون بالظبط. طبعا هي اكتر مكان بتطلع فيو، لكن ساعات قلنا الفيو في 10% بتبقى بره الادرينال، بتبقى في الكروموفين بارا جانجليا، بتبقى موجوده بارا برتابرال وفي الاورجن وفي الزوكر كاندل وساعات في اليورينري بلادر كمان، حاجه غريبه كده. دول بيتصبغوا بالبايكروميتس، بتتقسم بايكروميت عشان كده اسمهم انتوا عارفين كروموفين، برومو يعني صبغه وفين يعني محب، فبيحبوا الصبغه. التانيين اللي هم هيهمونا بقى في الوضع ده الكروموفين بارا جانجليا، دول بيطلعوا كاتيكولامينز. ولو فاكرين اي كروموفين تيشو في الجسم الواد عاوز يعرف مكانه بيعمل ايه؟ بيعمل سكان. سكان انهي ماده؟ ام اي بي جي. ما تفتكروش ان انا بنساش، انا بنسى، انا اكتر واحد بنسى، بس بمنتين معلوماتي اللي انا اقعد اقول يعني كل شويه بقول الحاجات وكل شويه لما بسيب برجع اعرف الكتاب وعادي بتضايق اني بنسى، لكن طب هعمل ايه يعني؟ ابطل ابص ولا اتضايق وابص؟ فكل شويه بقعد اراجع الحاجات. وعشان كده طبعا انتوا لازم تعملوا زيي، لانه اذا كنت انا بنسى وقريت انا اكتر منكم شويه صغيره يعني هو لازم يلو عشان تحول. ف الكروموفين بتتعرف بالام اي بي جي، الميتا ايودو بنزال فالينين، الام اي بي جي كنا قلنا ورا قبل كده ان المعلومات اللي مش معروفه بتتحول لمعلومات فاميليار، ف فتره قصيره قوي الواحد يقعد يقرا كذا مره يقوم بعد كده يقول ام اي بي جي يلا عاوزين حاجه ثانيه ده هنرميه. لكن في بقى نوع ثاني نون كروموفين مش بتسيبها وما بيطلعش كاتيكولامينز قوي، واشهر مكان له هو الكاروتيد بودي اللي هي الكيمو ريسبتور اللي بتاسس او بتتك تشينجز في الـ في البي اتش وفي البي او 2 والتي سي او 2، واللي هي بتطلع الكاروتيد بودي تيومر. اشهر نون كروموفين بارا جانجليون موجوده في الجسم هي الكاروتيد بودي اللي هي كيمو ريسبتور، وعشان كده ساعات بيسموها ايه؟ كيمو ديكتوم، او يقولوا عليها نون كروموفين بارا جانجليون، كلها اسماء لحاجه واحده. انتوا ليه مش مبسوطين؟ كيمو ديكتوما ده اسم يعني الواحد حتى يصير فيه حب ايه كيمو ديكتوما ده اسم غريب قوي. هو يعني ايه بارا جانجليا؟ يعني سموه ليه بارا جانجليا؟ لانها جنب الجنب ريتهم جنب الجنب، في منهم مجموعه ثانيه، في منهم مجموعه ثانيه موجودين في الجنب بتاع الفيجاس والجوسف الانجل وبتوع السيري بودي في الاوربت وعند ال عند الاورتيك ارتش والبالمونري ترانك بالظبط. فبتلاقوا الكيمو ديكتومز دول اللي هم متصنفين از نون كروموفين باراجانجليومز
ممكن تلاقوا في الاوربت، في الميدل اير، في البيز اوف سكال، في الرقبه، في الشست. شكلكم كده يعني عندكم شك في اللي انا بقوله. ده كلام صح. بيسموه نون كرومافين باراجانجليومز. نون كرومافين، الكرومافين دول بتوع الادرينال وما شابهها، بتعرف الكالومين، فورفيو كروموساتوم اللي بتشخصوا. طبعا الادرينال ما حدش بيتوه منها عنها، الادرينال بيضلها، لكن الحاجات التانيه ما بقاش عارفين مكانها فين، فبنعمل لها ام اي بي جي. ولو تفتكروا الفيو، التيومر بتاع ال 10%، 10% من الفيو بره الادرينال، و10% مانتر، و10% ماليجنت، و10% هايلاتر، و10% فاميليال، وحاجات كده. التيومر بتاع ال 10. دي المقدمه بتاعت البارا جانجليا، جانجليون وبارا جنب الجانجليا، والكروموفين والنون كروموفين. النون كروموفين موجودين في الاوربيتال سيليري بودي، موجودين في الجانجليون نودوزا بتاعت الفيجاس. فممكن الكيور ده يطلع من الفيجاس، ممكن يطلع من جلوبس تيمبانيكم بتاع الدوسوفرينجر في الميدل اير، ممكن يطلع في الميدل اير، ممكن يطلع في الاورب، ممكن يطلع في الفيجاس، ممكن يطلع في البيز اوف سكال، ممكن يطلع طبعا في الكارتو بادي، ممكن يطلع في الثوركس، في الاوبت ارتش، في الفلماني كرانك. فدي الاماكن اللي بيطلع منها. وطبعا مش هنذكرهم تاني بقى الا في الكلام على السي بي تي اللي احنا اوريدي قلناها. السي بي تي دي باي ديفينيشن اتس بيناين تيومر في الباس ماجورتي، نون كروموفين باراجانجليا، جانجليوما يعني، كيمو ديكتوما. ساعات يقولوا عليها اسمها الرابعه ايه؟ بوتيتو تيومر. ساعات يقولوا عليها بوتيتو تيومر، يطلع من الاورتك، قصدي من الكارت بادي. الكارت بادي دي تيومر ريسبتور موجوده تحت الادفنتيشيا، عشان كده لما تشيل الكيمور ده بنسايز سب ادفنتيشيا. دي تيولوجي ما عرفناش حاجه، بتيجي للناس الكبار من الحتت العالية قوي في العالم. بيرو في ساوث افريكا، لا قصدي ساوث امريكا، في لاتن امريكا عالية قوي الناس العالية، عشان حتت هاي التيودز عندهم سي او بي دي، عندهم هايبوكسيا. فالهايبوكسيا عاملة سيميليشن للكيمو ريسبتورز، ممكن يتحولوا لتيومر. موجودة كتير قوي في اليمن كمان، كتير قاعدين يمنيين يجوا عندهم سي بي تيز. ولو رايحين الباسكلر والنون باسكلر بيحبوا قوي السي بي تيز، انت حابب تشيلوهم. هتبقى بلادي تشالنج. بلادي مش بلادي، انتوا عارفين بلادي الواحد ساعات بيستخدمها ك يعني كده كلمه وحشه، اي حاجه بلادي يعني، لكن هنا ليترال يعني بتبقى فعلا كلها نزيف، لان بتبقى فيري ماسكلر. هنقول عليها كلمه بعد كده. باثولوجي طبعا طبعا كانت بلادي بيناين، عامله سبلين، وممكن تبقى مالجنت طبعا. و البرزنتيشن بتاعتها لامب ان ذا نك، بالسيتنج، موبايل سايد ويز مش اب اند داون، سبينج الكاراتيد، هايلي باسكلر عليها يمكن بروي وتريل. البرزنتيشن نوز طبعا بتعمل كاراتيد انيميزم والليك نوت، والانفستيجيشن بتاعتها كاراتيد دوبلكس وانجيوجرافي. والله ساين سبلينج، عارفين سبلينج طبعا، عارفين كلمه سبلينج. والقرارات هو التيومز اتفقنا ان احنا هنزورهم بنشيلهم، وبنشيلهم احنا بنشيلهم بنبقى خايفين على بنخاف على ايه وعلى ايه؟ على الكراكت. بنخاف على النيرفز اللي بتراس البايفوكيشن، اللي هم الاربعه الاخرانيين من اول تسعه و10 و11 و12 الجوس فرينجل والفيجاس والسبايلنج اكسسوري والهارت بلس. هاف الغص هو اللي معدي على الباك لوكيشن، احنا عاوزين الباك لوكيشن عشان ده المكان اللي طالع منه. وبنشيلهم زي ما انتوا عارفين سبق ديليتيشن، بنحضر تمبريشر جاست ان كيس يو نيد تو ريموف ذا كاروتيد اند يو نيد تو ريكونستراكت ذا فيسل. يبقى كده خلصنا الحمد لله السي بي تي كمان. السبعه الثمانيه ولا الفين دلوقتي؟ ثمانيه. ثمانيه. خدوا راحه بقى دقيقتين، العبوا كده دقيقتين.
نطلع بعد الشيء. بعتهم لي يا باي، بس انا ما عنديش، انا هي صوره واحده بس بعت كام شيء صح يا باي. عادي بقول لك ايه، هو بتاع المحاضره بتاعت اللي هي الاي بي تي سي موجوده هنا على الكاميرا دي، ولا هتكلم كلمه على الاكزامينيشن بتاعها، وهتكلم كلمه على اناتومي، وكلمه على الايميجين. انتوا انجزوا الموضوع ده فرصه، وقعدوا راجعوا على اسم تحت الرقبه، حتى رجعنا اسم تحت الرقبه اولموست كلها عملنا امبارح، حتى المهمه بتاعت السكرين تعرفين قرارات الشيت فانا لسه بنجيب له قرارات اللي بقى طبعا تعرفينها. ممكن اعمل انت تنقل القصه اللي انا ما اعرفهاش وخلاص اقعد اراجعها بقى قبل ما اعملها معاك لو تحبوا يعني. لا طبعا مش هعمل كده. المحاضره بتاعتك ناقص بس كلمه اخيره قبل ما نبتدي عشان نبقى وفينا النكست ورينج حقهم اللي هي اللارينجو سي. ناقص حاجة أخيرة اللي هي اللارينجو سين. اللارينجو أصح من اللارينجو لأنه الأو بعد الجي هتخلي الجي تتنطق مش جي يعني جو زي جي أو جو، فتبقى اللارينجو سين. فدي كلمة صغيرة اللارينجو سين بتيجي as compressible swelling that arises usually in the middle of the neck. طلع من الثيرويد ميمبرين، طلع من الثيرويد ميمبرين، تيجي للناس الكبار والناس فاكرينها بتيجي لل
الجلاس بلورز والميوزيشنز اللي بيبلو الميوزيكال انسترومنتس، لكن دي بالصح الناس فاكرينها بتيجي للناس اللي عارفين الناس اللي بيفخوا في الازاز عشان يعملوا منه مش عارف ايه الجلاس بلورز ولا اللي بيبلو الميوزيشنز اللي بيبلو الميوزيكال انسترومنتس بيجي لهم. المعلومه دي مش صح، دول مش صح، تيجي للناس الكبار وتيجي از السوالينج ذات انكريزز اون ذا فالفالفاز مانوفر in the middle line او near the middle line it bulges through the thorough hyoid membrane اسمها لارينجوسي. طبعا لو واحد عمل لها percussion وهي عامل بالزلمة يلاقيها resident يضغطها هتبقى compressible يطاح هيبقى تاني بلس ما فيهاش اي حاجه فنيه. بس عاوز يبروف اتس بريزنس يعمل له اكس راي واعمل بالزلمة. بالزلمة يعني forced expiration against a closed lock. Closed expiration against a closed locus. ويلاقيها الريتوسيلز من الحاجات اللي مش معروفة عنهم ان هم ساعات بيبقوا موجودين جوه اللارنكس بس. يبقى انسايد اللارنكس مش باينين من بره. ولو بلجين جوه ممكن يكمبرس اللارنكس يعملوا ريسبيرتري اوبستراكشن. لكن طبعا لو بقوا بره هيبقوا مش مثال. الانفيسيرجنز بيشيلوه بس بعد ما يستبعدوا ان هم فيهم تيومرز وممكن اللارينجوسيلز انفكت. اوكي مش هقول حاجه على اللارينجوسيل ثانيه بقى. بنتكلم دلوقتي بعد كده على ايه؟ على السابوديبل. السابوديبل سيرفي جلاند انتوا عارفين نتكلم عن الالات بتاعتها عندنا اجزائها وعلاقاتها والضغط. فلها رسمه اهي ده في كورونال دي رسمه كورونال وده المندبل ده المندبل اهو طبعا ده كورونال فالسمسم ده المقطوعه ده اللسان ودي المصل دي اسمها ده فرانك بتاع البق اللي هو الايه؟ المايلوهايويد ودي السوبرفيشال بارت اوف السابتيبلر ولفه حوالين البروسيبر والمايل وهيد والنقله جوه البق تحت اللسان. الميديال لها الهاي بلاسس. الميديال لها الهاي بلاسس اللي هي دي. وده اللسان. طبعا هنا في ميكس نبل طبعا الكلام ده كله غلط في ميكس نبل. لو عايزين نعمله بالازرق اهو في ميكس هامبرن هنا ماشي بقى مغطي طبعا جوينينج واللسان طبعا. والمصري دي جايه في السبسنس تحت اللسان اللي هي مغطيه بميكس هامبرن بكمل مع نعمله اهو ده اللسان ميكس هامبرن بتاعه. يعني الصف النبل لها اثنين بارتس سوبرفيشال بارت وديب بارت. السوبرفيشال بارت موجوده تحت المندبل في الدراجست تراينجل زي ما انتم عارفين والديب موجوده تحت اللسان في البق بيرايت مع بعض ورا الفري بوردر بتاع البوستير في بوردر بتاع مالو هايويد ده كورونال سكشن ده المندبل ده ال اسمها ايه الحته دي المندبل؟ الرينج بتاع المندبل عاوزين تعملوا عليه سنان اعملوا عليه سنان في سنان هنا عشان تبقوا عارفين. وبعدين الريمس بتاع المندبل جوه في خط كده اسمه المايلو هايد لاين في ماشي مايلو هايد نير وفيسل. المايلو هايد لاين بيدي من كل ناحيه مصل الاورجن بتاعها اللي هي المايلو هايد مصل هي عامله الفلو بتاع الماوث وطبعا ما هياش افلام لها فري سير بوردر اي حاجه في البق تقدر تدخل الرقبه عن طريق انها تلف حوالين الكوستير في بوردر. الكلام ده مع ايه؟ مع الرانيولا. مع الرانيولا اللي هي السيستم تيجي من اكسترفازيشن او اوبستراكشن اللي هو البروفايس ليفنج لاندز من ساعه الماوث تيجي تو وان سايد اوف ذا ميد لاين وتلف تروح على الرقبه وتبقى لونها ايه؟ لونها ازرق تبقى على ناحيه. ف دي المايلو هايويد دي المايلو هايويد و
ودي السوبرفيشال بارت من السب ديبلر ذات يو كان نيد نورمالي فيه اللي احنا قلنا قبل كده السب ديبلر كونسيستنس مختلفه فكان فيه نورمال السب ديبلر كان نورمالي فيه السب ديبلر دي حاجه طبيعيه انت لف لورا تقدر راجع لورا لورا لغايه ما هاد خمسه وتلف وراها وتدخل تحت البق مش تحت البق تحت اللسان في البق عشان كده طبعا حركه الواحده 100 خلاص السب ديبلر لازم يعمل ايه؟ لازم يحس الجلاند من جوه بقى تبقى كارثه لازم يفتح جوه يحسها كنا بنشوف راجل الاسبوع اللي فات في العياده عنده لمب في السب ديبلر هدد قوي الانفلاميشن بتاعه لما عمل له بابر بول انفلاميشن هنا اللمب اكستند انسايد ذا ماوث فيري كليرلي طبعا ده لسان ودي المسل اللي هي ما بينها وما بين المايو هايويد الديب بارت بتاعت السب ديبر هي الهاي باس دي باس الانسان طبعا بتهيئ في اللسان خالصه في اللسان هايو باس طبعا جايه من هايو رايحه اللسان المنظر ده هو المنظر الساجيتال المنظر ده المنظر الساجيتال ده الساجيتال دي الهايو بول الهايو بول اللي معموله بالابيض دي وهنا المايلو هايوي بتشال والسما الدبل بتشال طبعا عندنا مين المصل دي؟ الهارد باسس دي بقى دي الهارد باسس بس سيب الجنب بقول كده فمن هايوي اللسان في هارد باسس طبعا لو حطينا كل حاجه نلاقي نفسنا نحط هنا بس مش عاوز ابوظ الرسمه سما الدبل انهي سب ديبلر ديب بارت الديب بارت بعد كده حط بقى الهاي واي بعد كده سبتش البارت بعد كده مندبل احنا لو قطعنا في الحاجات من هنا نلاقي المندبل ريمس سوبرفيشال بارت من سب ديبلر مايو هاي واي ديب بارت هاي جلوسس تام بروب يبقى جوه اللسان يبقى كده جوه اللسان يعني الديب بارت زي ما بقينا مزنوع بين الهاي جلوسس جنجلي والمايو هيرويد لاترالي بس مفيش اي حاجه فنيه طبعا دي دي السيمبلز بتاعت بيطلع منها عضلتين اللي هم بيقولوا عليهم الجينيو هيرويد والجينيو جلوسس دي الجينيو هيرويد والجينيو جلوسس الجينيو جلوسس رايح على اللسان يبقى لو شفنا اللسان من جنب كده نلاقي عنده جينيو جلوسس جايه من سيمبلز ورايحه لو وهايو جلوسس جايه من الهايوي ورايحه لو وخلاص الثلاثه ستراكشرز المعروفين اللي ماشيين هايو جلوسس دول ليه بنقولهم دول؟ عشان هما ديب ريليشنز بتاعت السب مانديبلر لما نيجي نعمل سب مانديبلر سردينكتومي اللي هي العمليه اللي الجراح بقى هيعملها هيلاقي نفسه عاوز يبروتكت الثلاثه ستراكشرز دول عاوز يتفك اثنين منهم يعني فاللي فوق خالص هو اللينجوال نيرف تحت خالص هو الهايبوبلاستل واللي في الوسط هي الدكت اللينجوال نيرف فوق والدكت في الوسط والهايبوبلاستل تحت والنيرف ما بيسيبناش بيعمل علاقة غريبة مع الدكت بالظبط عشان كده يبقى فوقها وبعد كده يبقى حواليها من بره يعني يبقى فوقها على كده لاتر بعد كده تحتها لما جاش ميديا لها كمان يعني مش بيمشوا كده مش مكافيهم انهم يمشوا كده لا ما يمشوش كده يعني لو دي الضغط النار بيبقى فوقها بعد بيلف حواليها من بره يبقى كده لاتر كده بقى تحتها فعمل لها تريب ريليشن بعد من فوقها بقى براها بقى تحتها عشان يزيد بس في الصعوبه بتاعت السب ديبل عمليه سهله بس لازم واحد يشوف اللينك والنرف مش شاف اللينك والنرف خلاص يبقى دي البارتس ودي العلاقات وطبعا الدكت اسمها ايه الدكت؟ وارتن زكت الدكت بتاعت الباراتيد اسمها ايه؟ ستنسل زكت بتاعت الباراتيد هنا بكره الباراتيد ان شاء الله والوارتن زكت بتفتح زي ما انتم عارفين ده منظر بوك من جوه والواحد رافع لسانه لفوق حاطط لسانه في الهارد باليت ده منظر اللسان مرفوع لفوق وده المانديبلر مارجن
ده المانديبل انفارجن، ده اللسان، ده الفرينم، ده الفرينم والفرينيلم، دول الفينز اللينجوال فينز، دي الوارتنز دكت، دي الدكت بتاعت وارتن هتقع في فرونت ماوث اون ايذر سايد اوف الفرينم. طبعا فتحتها في الفرونت ماوث بتخليها لايبل تو بيكم اوبستراكتد غير ان السب ليفل السكريشن بس زي ما انتوا عارفين بيسب فبيجي فيها كتير ستونز. الحاجه اللي احنا عاوزين نقولها بكره هوريكم الايمجز، انا حضرت الايمجز امبارح بس بعد كده الصبح قلت لا مش عاوز اشيل حاجه النهارده فما جبتهمش، بس نشوف الايمجز بتاعت الحاجات دي كلها. احنا شفنا قبل كده درمويد سابلينجوال درمويد، شفنا برانكل وشفنا كومبوند تومر ومش عارف شفنا ايه كمان في الرقبه، بس كل حاجه الرقبه هنشوفها هنا وهناك ان شاء الله. يبقى الاجزاء سوبرفيشال الطابو دي الضغط وابطن فاتحه فين؟ والعلاقات دي الفلورد ماوث ده اللسان مطفوع لفوق لما الواحد لما الواحد يبلع او يدوس بلسانه في الهارد بالت بيكونتراكت المالوهيوي ده الفريدم دول الليجوال باسلز ودي الوارتنز دكت الدكت بتاعت وارتن. ويبقى الواحد لما بيبقى فيه باثولوجي في السب مانديبولر بيعمل سب مانديبولر سالينكتومي ما فيهاش اي حاجه فنيه، وهو بيعمل سب سالينكتومي بيبقى عليه نورمة الضغط ولازم ياخد باله انه ما يعورش الليجوال نيرف ولا ياخد بص النيرف. لكن اوحش من كده اوحش من كده يعني ده هيتعور لسانه بيتعوج يتعوج لسانه بيتحرق يتحرق، لكن اوحش من كده انه وهو بيفتح عشان يشيل السب مانديبولر في نيرف اهم من الاثنين دول بيحرك او مسؤول عن حركه الانجل اوف ذا ماوث اللي هو المانديبولر برانش اوف فيشن. المانديبولر اوف فيشن لما يجي يفتح السب مانديبولر عشان يشيلها او يفتح اي حته هنا لازم ياخد باله انه ما يعرفش البرانش ده، لو عوره هيجي له بعد العمليه بقه معوج ما تستخباش لسانه جوه بقه مكسوع هايستريتد محروق اهو جواه، لكن ده ما مش هيستخبى. ده احساس مش ظريف، احساس مش ظريف ان الواحد يبقى عامل العمليه ومش شايف حاجه قدامه وطول الوقت بقى ماشي قدامه، بالذات لو كان بيشتغل معاه ولا في المستشفى ولا حاجه. الواحد لما بيعمل العمليه دي بيبقى خايف قوي على النيرف، هو بيعمل ايه عشان يافويد النيرف؟ بيعمل ديسيجن بعيد عن المانديبولر انجل، لكن اهم من كده تعطيل النيرف ده سوبرفيشال هو بيبعد عنه خالص انه ما يعملش اي ديسكشن الا لما يبقى ديب للديب فاشل، يبقى النيرف بقى ايه؟ بقى فوق ملوش دعوه بيه ما يجيش في سكته خالص. يعني الواحد هو بيعمل سم مانديبولر سالينكتومي ده العمليه بتتعمل فور a stone of blood that is causing side cases or a tumor of the gland that is rare. طبعا في التيومر ساعات السليبري بتيجي اكتر حتى في الباروتا، لكن السليبري بتدي ستونز والستونز ساعات تبقى في الدكت، فلو كانت في الدكت يبقى الواحد ممكن يشيلها من البق، لكن لو كانت في الجلاند وعمل سايد كيز وشتغل نايتس بقى عاوز تخلص الجلاند كلها يقول لي هعمل عمليه سب مانديبولر سايد نايتس تيكس مور ذان ان اور you can get out of the hospital the same day لان دي عمليه بسيطه مش هيحصل منها كارثه ان شاء الله، لكن الجراح بيشتغل لازم ياخد باله من الليكوال والهاف الراسل والمنديبل برانش بقى الفيشن. اهمهم المنديبل برانش على الفيشن، اهمهم المنديبل برانش على الفيشن. طبعا عارفين الليكوال نيرف بيدي سنسيشنز للتن غير الايه؟ الايه؟ غير التيست. التيكس مش دعوه اللينجو ده بيدي التمبرتشر والبين والكلام ده، لكن التيكس طبعا ده الكوكب بتاعت الفيشن ده موضوع تاني. والبروسيدر بتاع الطن ايه اللي بيديه؟ نص الرينج الانتاج والكلام الكلام ده بالتفصيل مع اللسان لما بتكلم عن بتاع اللسان قريب قوي. المانديبل بانش بتاع الفيشن بيمشي a few centimeters below the angle of the mandible وبعدين it winds upwards او passes upwards to reach the angle of the mandible. فبيبقى وهو لو قرب قوي للانجل اوف ذا ماندبل يبقى النيرف از ات ريسك، يبقى هو بيعمل تو تريكس عشان يبعد عنه.
بيبقى بعيد عن الانجل اوف ذا مانديبل ويبقى ملوش اي دعوه بالسوبرفيشال فاشيا، ما يعملش ديسكشن الا لما يفتح دي فاشيا اللي هو تحته، اللي هو بيعمل ديسكشن تحت النيرف، النيرف فوقه هو تحت النيرف. فدول التو تيست الواحد يعملهم. يبقى ناقص حاجه واحده في الريليشنز وفي الجراحه. في ارثي معروف بيتحس على بعد 2 3 سم من الانجل اوف ذا مانديبل، بيجروم الجلاند وبيمشي بينها وبين المانديبل المارجن اللي هو الفيشال ارثي اللي هو برانش اوف ايه؟ كنت تعبت قوي 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 قوي. والله اناتومي بقى لي يومين ثلاثه عامل لكم اناتومي كتيره. ارجعوا قولوا هتستفيدوا لما اقولوا كده ورموها، اوعوا تصوموا حاجه. حاولوا جيبوا اطلس كده وبصوا على الصوره. بعد كده اقفلوه واقعدوا افتكروا صورتها عامله ازاي. بعد كده بعد يومين ثلاثه ارجعوا كرروا نفس الحكايه. وانتوا في اي وقت فاضيين افتكروا منظر الجلاند ولابسه ازاي والستركشرز بتاعتها. فالواحد وهو بيعمل السالينكتومي بيبقى عليه نور بتفشل ارثي، بيربطه بيربطه بيقطعه بيقصه، ما بيهتمش بيه الفشل ارثي. لا ارثي مش مهم، انتوا عارفين واحد ممكن يربط الاثنين بسيل كاراتيز ما يحصلش حاجه، يربط الاثنين بسيل كاراتيز ولا يحصل حاجه. فالفيس الباسكيتي بتاعته مش محتاجة أي مشكلة. فالواحد بيربط الفيشل ارثري مرتين. لو مش بيربطه ورا خلاص، لا بيربطه مرة ورا ومرة قدام. إن هو هو بروفنج البلاند. فبعدين يعمل حاجتين، يا إما يقعد يسلكه منها، هو مش عاوز يعمل كده، ما لوش داعي، يا إما يربطه مرة لورا ومرة لقدام، يبقى شال إيه؟ شال سيجمنت. يبقى بيشيل سيجمنت اللي موجودة جوه البلاند، اللي جروفنج البلاند. شال الجلاند سيجمنت اوف ذا ارتري. ويبقى احنا كده الحمد لله خلصنا ايه؟ خلصنا السبمانديبولر الاناتومي والاكزامينشن، فتحه البق والاحساس من جوه البق وانها تتحس نورمالي، وازاي الواحد يفرقها ما بينها وبين الليمف نود، ازاي الواحد يفرقها بينها وبين الليمف نود؟ الليمف نود ما تتحسش من جوه، اللي بدون بترول السب ليفل مش بترول، اللي بدون مالتيبل السب ليفل تبقى سنجل، السب ليفل بتبقى قصات السوال مع الاكل السليف دوز مش بيعملوا كده. طبعا ممكن عشان نتلخبط ممكن تبقى سلمي جلاند مع ليف دو، ممكن تبقى سلمي جلاند فيها تيومر طالع بس في السوبرفيشال بارت، فكله بيلخبط ساعات. الجراحه قلناها سالينكتومي، اربع حاجات ولا خمس حاجات بتقابلهم. لينجوال نيرف لازم نحافظ عليه، ضغط هنربطها، هاكو بلس نحافظ عليه، فيشن ارثي هنشيله، والمانديبل برانش اللي هو اهم واحد اللي بنحافظ عليه طبعا. لو عاوزين نعمل انفستيجيشنز اخر كلمه، لو عاوزين نعمل انفستيجيشنز للسب مانديبل هنعمل سالب برانش هنبص عليهم بكره ان شاء الله. بكره نكمل حته الايمجز ونديه الفراغات.